بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. بالطبع الكل بلا استثناء تابع مباراة الأمس في لقاء الذهاب في نهائي دوري الأبطال بين الترجي والأهلي، والذي انتهى بالتعادل السلبي 0-0. ناس كتيرة كانت تتمنى نتيجة أفضل من كده، ولكن في عرف مباريات الكورة والنهائيات الكبيرة مع الفرق الكبيرة أعتقد هي نتيجة إيجابية، وبإذن الله إن شاء الله في لقاء العودة في القاهرة يقدر النادي الأهلي بالمكسب بأي نتيجة، أي نتيجة فيها مكسب ستتوج بطلا لدوري أبطال إفريقيا. مهم جدا التعامل على الأمور النفسية وشحن همم اللاعبين والجهاز الفني والحالة المعنوية من الأمور اللي تقدر تساعد الفريق على الاستعداد للقاء العودة، لأن لقاء العودة لقاء صعب جدا، في آراء فنية هتتقال كتير على مدار الأسبوع وبدأت من امبارح، وفي تفاصيل كتيرة بتتصدر على السوشيال ميديا من امبارح والنهاردة، ولكن مهم جدا من النهاردة لغاية ميعاد المباراة يوم السبت كل التركيز على رفع الحالة المعنوية وشحن اللاعبين بشكل ممكن يكون إضافة قوية جدا من الجماهير اللي هتكون موجودة في استاد القاهرة لتشجيع الأهلي ومساندته ومؤازرته لتحقيق مكسب مهم جدا على الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا. حلقة النهاردة بالطبع هتتابع أبرز الأخبار والكواليس، وهنشوف الجديد بعد لقاء الأمس، وقدر الإمكان هنحاول نطمنكم أيضا كمان على إصابة علي معلول، لأن إصابة علي معلول أنا عارف أزعجت الجميع وزعلت الكل بعد مباراة الأمس، ويمكن التركيز أكتر كان على إصابة معلول أكتر من النتيجة، لأن علي معلول لاعب قدر مش هقول يسطر تاريخ أو يعمل بطولات، ولكن أصبح واحد مننا، واحد من أبناء النادي الأهلي. الكل امبارح كان زعلان وحزين على إصابة علي، ولكن النهاردة بالتأكيد هنطمنكم في ظل أخبار كتيرة جدا موجودة في السوشيال ميديا بخصوص إصابة علي معلول. حلقة فيها كواليس كتيرة وتفاصيل مهمة، وكمان هنتكلم على الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال اللي حذرت منه على مدار الأسبوع الماضي قبل لقاء الأمس اللي اتلعب على استاد رادس. عموما حلقة فيها تفاصيل مهمة جدا، تابعونا على مدار الحلقة. ولكن أبدأ حلقتنا النهاردة بسؤال، أو مش سؤال، عايز أبدأ برسالة. والنهاردة الترند بالنسبة لنا هو النجم التونسي، نجم النادي الأهلي، أحد أبناء النادي الأهلي علي معلول. عايز من كل الناس، من كل الجماهير الأهلوية اللي بيتابعوا برنامج الترند أو موجودين على السوشيال ميديا، يوجهوا رسالة لعلي معلول بعد إصابته بالأمس أمام الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. الكل يدخل يشارك من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، وهستعرض أكبر كم من رسائلكم في الجزء الأخير من برنامج الترند، لأن أكيد الرسائل دي هتكون رسائل إيجابية ومعنوية مهمة جدا في توقيت صعب على نجم كبير قدر يسطر يعني تاريخ كبير جدا مع النادي الأهلي على مدار 8 سنوات. بسرعة نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. البداية في ترند الأهلي، بعثة الأهلي تعود من تونس والحسم في القاهرة. وكمان أشعة لعلي معلول اليوم لتحديد حجم إصابته. وأخيرا الفريق يبدأ استعداداته لمباراة العودة غدا. على بركة الله يستأنف الأهلي غدا تدريباته استعدادا لمواجهة الترجي يوم السبت المقبل. ولكن النهاردة أكيد في مجموعة من المباريات سواء في البطولات الإفريقية والبطولات الأوروبية، بالإضافة إلى استئناف مباريات في الدوري المصري. أبدأ معاكم بمباراة الساعة 6 من مساء اليوم وعقب نهاية برنامج الترند مباشرة، وعلى استاد الإسماعيلية في 6 مساء هيستضيف الإسماعيلي فريق بيراميدز. مباراة صعبة قوية مهمة جدا في مسألة حسم صدارة الدوري في ظل تربع بيراميدز على الصدارة في الفترة الأخيرة، والأخطاء التحكيمية اللي بتساهم بشكل كبير في نتائج بيراميدز في الفترة الأخيرة. نروح لكأس الكونفدرالية، والنهاردة لقاء الإياب في كأس الكونفدرالية على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 8 من مساء اليوم بتوقيت القاهرة. الزمالك يستضيف نهضة بركان. لقاء الذهاب انتهى في بركان بفوز بطل المغرب 2-1، ويحتاج الزمالك لهدف واحد لتتويجه بطلا لهذه البطولة. نروح للدوري الإنجليزي، والنهاردة الحسم في البريمير ليج. النهاردة كل المباريات في توقيت واحد، أرسنال الساعة 6 هيستضيف إيفرتون، وفي نفس التوقيت برينتفورد هيستضيف نيوكاسل، برايتون هيستضيف مانشستر يونايتد، بيرلي بيستضيف نوتنغهام فورست، تشيلسي هيستضيف بورنموث،
كريستال بالاس هيستضيف استون فيلا، ليفربول بعد ما فقد الصراع على اللقب هيستضيف ولفرهامبتون، لوتون تاون هيستضيف فولهام، ولقاء مهم جدا لا يقل اهميه عن لقاء ارسنال وايفرتون، مانشستر سيتي على ارضه هيستضيف ويست هام، وفي ختام المباريات شيفيلد يونايتد هيستضيف توتنهام. بالطبع في مباريات عديده اليوم في الدوري الاسباني وفي الدوري الايطالي، ولكن كل هذه الدوريات خلاص حسم بطل هذا اللقب، وكل فريق عرف خلاص او كل بطوله عرفت مين البطل بتاعها، ولكن لسه البريمير ليج كما هو عودنا دايما هيكون في اللحظات الاخيره من سيكون بطلا للبريمير ليج في هذا الاسبوع. هننتظر ونشوف مباراه الارسنال، مباراه السيتي، عشان نتعرف على بطل البريمير ليج. دي ابرز مباريات اليوم، مشاهده ممتعه لكل الساده المتابعين. فاصل ثم نواصل. عايز ابدا معاكم ردود الافعال بعد نتيجه الامس. يمكن ردود الافعال كانت متباينه، عدد كبير جدا من الجماهير كانت بتتمنى بالطبع ان الاهلي يحرز هدف في مرمى الترجي في تونس، لان فريق الترجي كمان وهي الفلسفه فريق الترجي ما اختلفتش عن المباريات اللي فاتت، وكنا دايما بنتكلم ان فريق الترجي عنده فلسفه واحده، عنده عناصر ثابته ما بتتغيرش، عنده طريقه لعب واحده ما بيغيرهاش ميجيل كاردوزو المدير الفني البرتغالي لفريق الترجي التونسي. ولكن نقدر نقول هي أسوأ نتيجة إيجابية. دايما لعبت الكورة لما بتحلل نتيجة التعادل السلبي في لقاءات النوك أوت الذهاب والإياب بيبقى التعادل السلبي أسوأ نتيجة إيجابية في ظل تطبيق قاعدة إحراز الهدف خارج الأرض بهدفين. فعلى هذا الأساس الكل طبعا بالتأكيد عنده يعني استعداد جيد للقاء العودة، أن يكون في حماس كبير، في مساندة قوية، في تركيز شديد جدا على لقاء العودة، لأن اللقاء هيكون أصعب بكتير من لقاء الذهاب، والفرص اللي هيتم يعني منحها في اللقاء هتبقى فرص قليلة جدا، بس الفرصة اللي تجيلك لازم تستغلها. الفرصة اللي تجيلك قدام مرمى فريق الترجي لازم تبقى أسد قدام المرمى بأي حال من الأحوال. الكورة وانت في الست ياردات أو في الـ18 لازم تلعب بقوة، لازم تبقى رجليك على المرمى بشكل قوي، لازم التركيز يكون كبير، لازم جماهير النادي الأهلي في الـ90 دقيقة تحرك الصخر، لازم المساندة والتشجيع في أول ربع ساعة يخلي مدرب الفريق المنافس مش قادر يكلم لعبته، مش قادر يوصل أي تعليمات فنية في أول دقايق. خدوا بالكم جزء من التكتيك اللي ممكن أي مدرب يعمله في أي لقاء، الدفعة الأولى، ضربة البداية وانت نازل في أول اللقاء، ده مهم جدا على فكرة. ماتش القط الكاميروني أنا دايما بحب أتذكر هذه اللحظات التاريخية لأن أنا عشتها في استاد القاهرة، واللحظات دي بسببها الاتحاد الإفريقي منح جمهور النادي الأهلي أفضل جمهور في القارة الإفريقية. الجائزة دي ما اتمنحتش لحد، الجائزة دي ما خدهاش حد في أفريقيا، طلعت في لحظة وفي توقيت معين لأن كان الجمهور هو رقم واحد في إنهاء البطولة من أول ربع ساعة على القطن قبل حتى ما تسافر جروة. التشجيع اللي ممكن يعمله جمهور الأهلي في الثالثة شمال وفي كل جنبات استاد القاهرة هيكون حاسم بشكل كبير. مش عايزين تشجيع قبل الماتش بساعتين ثلاثة، مش عايزين حضور جماهيري قبل الماتش بست سبع ساعات، ركز من الساعة 8 للساعة 10 بس، مش عايزين منكم غير الساعتين دول، تركيز كبير، تشجيع مساندة غير طبيعية. عايزين نسمع كده الصوت العالي للجمهور في استاد القاهرة يخلي حتى الفريق المنافس وهو على أرضية الملعب بيبقى مرتبك، مش قادر يباصي كورة، مش قادر يطلع بالكورة. خدوا بالكم الحاجات دي بتفرق كتير جدا. فجمهور الأهلي عليه دور كبير جدا في لقاء العودة، لا يقل عن دور مارسيل كولر، لا يقل عن دور أي لاعب في الفريق، لا يقل عن أي دور لاعب في الفريق. على فكرة بالمناسبة لقاء الذهاب لو الناس ركزت كده في أول 10 دقايق أو أول ربع ساعة كان في تكتيك معين عايز يبدا بيه المدرب الفريق الترجي، وانا شايفه طبعا هو كل مدرب بيحاول يستخدم اسلحته، ولكن سلاح ما كانش رياضي بنسبه كبيره، فكره العنف الزائد عن الحد، فكره اللي انت تلعب بخشونه زائده على عناصر مهمه جدا في طريقه لعب الاهلي سواء امام عاشور او علي معلول او حتى اكرم توفيق كانت واضحه جدا في اول 10 دقايق. ووقت اصابه علي معلول وخروجه في بدايه اللقاء كان هيحرز الترجي هدف، يعني هي خطة فريق مدرب الترجي كانت مبنية على الجزء ده. بعد هذا الشكل أو بعد الربع ساعة الأولى تقدر تقول الترجي بنى على إيه؟ ما تلاقيش بنى على حاجة.
عايز يوصل ايه؟ ما وصلش لحاجه. هو كان باني خطته على الجزء ده، عنف زائد، خشونه زائده، اللعيبه عندك تكش تخاف على رجليها. طبعا للاسف يعني اصيب علي معلول، وامام عاشور من بعد الخبطه اللي حصلت في اول دقيقه كش شويه برضو من العنف الزائد، ولكن في التوقيت اللي خرج فيه معلول دي اللحظه اللي كان الترجي عايز يحرز منها هدف، لكن الحمد لله ربنا سلم، والكوره يمكن مصطفى شوبير حط ايده في اللحظات الاخيره وطلعت بجوار القائم. طبعا الاصابه بتاعت علي معلول اصابه للاسف يعني قويه جدا، اصابه جسيمه جدا. ناس كتيرة عايزه تسال اصابه علي معلول ايه؟ اصابه علي معلول هو في الجزء بتاع انكل الرجل اللي هو العرقوب زي ما بيقولوا كده، في الجزء الاسفل عند الانكل، والجهاز الطبي طبعا نتيجه التورم الشديد في المنطقه بتاعت وتر اكيلس بيبقى صعب جدا تقدر تعمل اشعه رنين مغناطيسي. فالمعلومات اللي عندي لغايه دلوقتي ان في اشعه اتعملت النهارده الظهر، وعلى حسب رؤيه الجهاز الطبي اذا ما اعلنش نتيجه الاشعه النهارده هينتظر يعمل اشعه تاني بكره. يعني الوضع الطبي في اللحظه اللي بكلمكم فيها دلوقتي، النادي الاهلي بيفكر ازاي في الجزئيات دي، والناس كتيره مستعجله وعايزه تطمن على علي. احنا عايزين نطمن على علي قبل حضراتكم بالتاكيد، وعايزين نطمن حضراتكم. وطبعا احنا امبارح شايفين صوره مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل برئاسه الكابتن محمود الخطيب مع علي معلول بعد نهايه المباراه، وتعامل كده بعض الاجراءات الطبيه التحفظيه عشان يكون ما يقدرش علي يقدر يتحمل على كعب رجله وعلى رجليه. شايفين كمان دكتور محمد سراج، كل زمايله موجودين، حسين الشحات، لعيبه كلها والجهاز الفني والمجلس الاداره كله كان بجوار علي معلول. وكلنا يعني اصابه علي معلول اثرت فينا اكتر من نتيجه اللقاء بكل امانه. ولكن انا بقول لحضراتكم اصابه علي مش هنقدر نحسم التفاصيل، لان النادي الاهلي حتى هذه اللحظه لم يعلن اي تفاصيل. مش هنجتهد، لان احنا هنا في موضع رسمي ما ينفعش نجتهد، مش في موضوع اللي احنا نعمل سبق صحفي في موضع زي ده. الاصابه دي تحديدا بالذات ما فيهاش سبق صحفي، لازم نتعامل طبقا للبروتوكول الطبي اللي عايز يتعامل فيه الجهاز الطبي للنادي الاهلي. الجهاز الطبي شايف فيه تورم على منطقه وتر اكيلس، فمش عايز يعلن اي تفاصيل لغايه لما يطمن الاول على رجل علي. عمل اشعه النهارده، ممكن ينتظر نتيجه اشعه بكره، وباذن الله ان شاء الله هنطمنكم، او حتى على مدار برامج اليوم او الغد ان شاء الله لو في اي تفاصيل رسميه اكيد هتعلن من خلال شاشه قناه الاهلي. ولكن امكانيه عوده علي معلول وجاهزيته للقاء الاياب شايفين طبعا الامر هيبقى صعب جدا، ولكن الاهم دلوقتي نطمئن على سلامه وشفاء علي معلول خلال الفتره اللي جايه. طيب الحاجه الثانيه اللي عايز اتكلم عليها، او الحاجه الثالثه اللي عايز اتكلم عليها، حكم الدوري الجزائري مصطفى غربال. وقبل ما اتكلم على مصطفى غربال هوجه نصيحه للشباب الاهلاوي اللي بيحب النادي الاهلي وبيعشق النادي الاهلي قوي. السوشيال ميديا يا جماعه سلاح ذو حدين، السوشيال ميديا سلاح ذو حدين. في ناس ممكن تكتب بوست، تنزل تغريده على منصه اكس، تنزل صور على الانستجرام. البعض ممكن يتخيل ان انا كواحد مشجع او انا كبيج ممكن عندي فولورز حوالي مليون 2 مليون، ببقى مبسوط بموقف، ببقى مبسوط بقرار، ببقى مبسوط بنتيجه لقاء، فبعبر ده عن بعبر بده بفرحتي، لكن او عن فرحتي بنتيجه فوز الاهلي مثلا بالقضيه ممكن على الزمالك، بمباريات عديده ممكن الاهلي حققها في بطولات في الفتره السابقه. ولكن في لحظه من اللحظات السوشيال ميديا ممكن يكون سلاح ذو حدين، ان البعض ممكن يستغل ان فوز الاهلي على الزمالك مثلا نفترض في القضيه ممكن، وهناك حاله مثلا ان في تفاؤل من جماهير النادي الاهلي بوجود مصطفى غربال في مباريات سابقه عديده جدا. هذا التفاؤل البعض بيستخدمه سلاح ضدك، بمعنى ان بتوصل رسائل على فكره سواء بشكل مباشر او غير مباشر، وانا اعني ما اقوله في هذا الجزء. في رسائل بتوصل بشكل مباشر او غير مباشر لحكم مباراه، لمدرب في فريق، بيقولوا دايما ان انت فقل خير. فده بيصدر ضغوط اكتر على حكم زي مصطفى غربال. من بعد مباراه الاهلي والزمالك تبص على كل مبارياته كلها قرارات عكسيه، كلها قرارات عكسيه. حتى الراجل لما ادار مباراه مصر والسنغال في تصفيات كاس العالم ادار بمنتخبنا الوطني في السنغال هناك، يعني كانت في لعبات جدليه كثيره جدا لمنتخبنا الوطني، مصطفى غربال لم يكن في مستواه. فنصيحه للشباب الاهلاوي اللي بيحب الاهلي وبيعشق الاهلي بجد، كثرة الفرحة أو كثرة التعبير عن الفرحة في أطراف أخرى ممكن تستخدمه ضدك بشكل سلبي، وفي رسائل بتوصل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
مصطفى غربال اخر سنتين ثلاثه كل القرارات العكسيه على النادي الاهلي وعلى المنتخب الوطني كانت كثيره جدا. ومش عايز اقول ان نتيجه الضغوط ممكن الراجل عايز يثبت ان هو مش فاق الخير على حد ونازل يحكم بما يرضي الله، وارد جدا على فكره، يعني وارد جدا ممكن يكون ده في تفاصيل بيفكر فيها اي حكم، اكيد ده بشر بيفكر وبيقرا وبيشوف وبيتابع. واحنا في شمال افريقيا على فكره الانترنت خلى الامور كلها قريه صغيره، الناس بتقرا وتشوف اللي بيتكتب في مصر وبيتكتب في تونس وفي المغرب وفي الجزائر، الامور كلها مفتوحه على بعضها. ولكن ده بيؤثر بالسلب على نتائج الفرق المصريه في الفتره الاخيره وتحديدا النادي الاهلي. ماتش امبارح مصطفى غربال نازل وشه اصفر شاحب الوجه عرقان بشكل كبير جدا، رغم على فكره الجو امبارح في تونس كان جو ممطر والجو امبارح كان برد جدا. الراجل قلقان، هو على فكره مستواه فنيا الفتره الاخيره متراجع، يعني الناس شايفه ان مصطفى غربال طبقا للتصنيف اللي انا اعلنته هنا هو رقم واحد فعلا في عام 2023، ولكن في كاس الامم رجع الجزائر من دور الثمانيه ما كانش مرشح للمباراه النهائيه وهو رقم واحد في التصنيف، فهو مستواه متراجع الفتره الاخيره. ماتش امبارح اول ربع ساعه للاسف كانت سبب رئيسي في النتيجه اللي احنا شفناها امبارح، نتيجه 0-0. ضربه لامام عاشور في اول دقيقتين ثلاثه كان لازم يكون فيها انذار، لازم يكون فيها انذار. لو انا صارت مع بعض الصور ونشوف مصطفى غربال بعيد تماما عن رؤيه اللعبه، كوره المفروض الفار كان يتدخل فيها. الحكم الرابع امبارح انا شفت لقطه معتز الشلماني بيتابع مع الحكم بيقول له فاول، خدوا بالكم الحكم الرابع بيتدخل ساعات في القرارات لما بيدوس كده على جهاز على الجنب وبيتكلم فيها مع حكم اللقاء. اللعبه دي على امام عاشور في اول دقيقتين، وقدام مين بقى؟ صاحب الخطه مدرب فريق الترجي. الكوره دي على الاقل مش هقول كارت احمر، على الاقل انذار، ما اتحسبتش فاول، ما اتحسبتش اصلا فاول. بص مصطفى غربال واقف فين في اول دقيقتين، رؤيته للعبه كارثيه. ده ان دل على شيء بيدل ان هو نازل متوتر. متوتر بسبب ايه؟ ايه سبب توتر مصطفى غربال؟ انا مش قادر اتخيل. انت بتدير نهائي للمره الثانيه في اخر اربع خمس سنين، ايه سبب التوتر؟ انا مش فاهم مين بيصدر لك الرسائل السلبيه. هو ممكن يعني كيم لي شونج، مش هروح بعيد، كيم لي شونج الحكم اللي كان دايما فقل خير على الفرق المصريه والمنتخبات المصريه، دايما كنا بنتفائل بيه في التسعينات وفي بدايه الالفيه، هل جه في مره من المرات كان جه على منتخبنا الوطني؟ ما دي خبرات حكم. واضح ان مصطفى غربال خبراته مش كبيره، بيتاثر بالضغوط، بيتاثر بالرسائل السلبيه اللي ممكن توصل له عبر السوشيال ميديا. امبارح برضو في نفس المكان ده كان في خبطه لعلي معلول، بعديها مفيش او قبلها بدقيقه، انا بقول لكم اول 10 دقائق كان في ثلاث لعبات خلت لعيبه الاهلي تكش. اصيب بعدها علي معلول، امام عاشور ما بقاش بيأدي الكوره اللي احنا عارفينها عن امام نتيجه العنف الزائد عن الحد. برضو بعدها مفيش بدقائق قليله ضرب بالايد في وش اكرم توفيق. فين الانذار؟ فين تقنيه الفار؟ محدش موجود، محدش بياخد قرار. لعبه زي دي فين؟ ما لعبه زي دي لاكرم توفيق انت اديت زيها رغم ان هي اقل بكتير لكريم فؤاد انذار، يعني المعايير نفسها ما كانتش واحده. المعايير نفسها ما كانتش واحده. فللاسف التحكيم الجزائري بالامس اثر في بدايه اللقاء. ناس تقول لي اصابه علي معلول ما كانش في احتكاك، نفس لعبه امام عاشور في الصوره اللي احنا عرضناها قبلها بدقيقه، كانت في خبطه قويه جدا في رجل علي معلول. والحكم وقتها حسب رمي التماس. بعدها على طول بدقائق قليله علي عمل ارتقاء نزل على رجليه، ما تعرفش حصل التواء حصل ايه في وتر اكيلس، خرج ما قدرش يكمل. هل تقدر تقول ممكن الخبطه الاولانيه اثرت وسمعت في رجليه؟ وارد جدا على فكره. لو جبت المباراه واتفرجت على شريط المباراه من الاول وشفت اول 10 دقائق ضرب غير مبرر، عنف زائد غير مقبول. مش قادر على فكره ده ممكن يكون جزء من التكتيك، على فكره جزء من خطه المدرب. اهي ادي لعبه علي معلول، عمل ارتقاء نزل حصل التواء او حصل حاجه في وتر اكيلس ما قدرش يقف على رجليه تاني. فجزء جد جزء كبير جدا من خطه اي مدرب، احيانا بنشوف ده حتى في الدوريات الاوروبيه، بيبقى في عنف. انت عندك عناصر مؤثره في خطه لعب الاهلي، علي معلول، حسين الشحات، بيرسيتاو، امام عاشور، امبارح اللعب عليهم كان صعب جدا. انا في كره لبيرسي تاو شفت لعيب الترجي طلع ارتقى حوالي 2 3 متر، بيرسي تاو ما قدرش يطلع معاه، خاف على نفسه، خاف من اي اصابه. فاتمنى لقاء العوده ما يكونش فيه نفس المشهد. عشان كده انا رسالت للجمهور الاهلي، ماتش العوده انت عليك دور كبير جدا اكتر من المدرب واللعيبه.
عايزين اول دقيقه في المباراه الناس تحس ان في الاستاد كله بيترج، مدرجات استاد القاهره كلها بتترج. سيبكم من الفنيات، محدش يتكلم في فنيات من النهارده لغايه مباراه العوده. جايز المدرب بيخطا، جايز المدرب يتعلم من اخطائه للقاء العوده، كل ده وارد، ولكن دورك انت كمشجع لغايه لقاء العوده عايزين استاد القاهره يترج في لقاء الترجي من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه. نتمنى يا رب باذن الله نشوف ده في لقاء العوده باذن الله. دي كانت ابرز التفاصيل اللي كنت عايز اتكلم فيها واللي لفت انتباه الكل، والاطلاله الخاصه بلقاء الامس، اصابه معلول، الاداء التحكيمي نتيجه لقاء الامس وتاثيرها على لقاء العوده في القاهره. لسه عندنا تفاصيل اكتر، ولكن نخرج الى فاصل ثم نواصل. الاهلي هيستأنف تدريباته غدا باذن الله على ملعب مختار التتش بالجزيره. احنا بنتكلم خلاص النهارده الاحد، بكره هيكون الاثنين، فالتدريبات هتبقى يا دوبك في 4 5 ايام قبل الدخول في معسكر مغلق باذن الله يوم الجمعه، استعدادا لمواجهه الترجي يوم السبت على استاد القاهره الساعه 8 بتوقيت القاهره. المباراه هيديرها الحكم الكونغولي جون جاك نادالا، وهيكون على تقنيه الفار لحلو بن براهيم الحكم الجزائري، ويمكن هو يصنف من افضل حكم تقنيه فيديو على مستوى افريقيا مع محمود عاشور. فلحلو بن براهيم من الحكام المتميزه، نتمنى يا رب باذن الله يكونوا الاثنين موافقين في اداء هذه المباراة على المستوى الفني. عايز اطمنكم على تدريبات الاهلي الفترة اللي جاية. طبعا كانت في غيابات في لقاء الذهاب، عمرو السولية، احمد عبد القادر، احمد نبيل كوكا. ان شاء الله باذن الله في التدريبات الجماعية ابتداء من الغد هتطمنوا وتشوفوا احمد عبد القادر واحمد نبيل كوكا. عمرو السولية لسه شوية وقت يلحق لقاء العودة مش محسومة، لسه 50-50، ولكن نقدر نقول ان اضافة وجود احمد عبد القادر واحمد نبيل كوكا على تشكيلة الاهلي في لقاء العودة هيفرق كتير جدا. انت في لقاء الذهاب اضطريت تلعب بكريم فؤاد في مركز الظهير الايسر، وكان موقف غريب جدا عليه لانه مش متعود يلعب ظهير ايسر، وموقف انت مضطر ليه نتيجه اصابه علي معلول. لقاء العوده ان شاء الله لما يكون احمد نبيل كوكا جاهز تقدر تلعب باحمد نبيل كوكا. احمد عبد القادر عنصر مهم جدا في الناحيه الهجوميه مع حسين الشحات، مع بيرسي تاو، مع رضا سليم. نفسي اشوف بيرسي تاو كان يبقى قدام علي معلول او يلعب قدام احمد نبيل كوكا. وجود بيرسي تاو مع محمد هاني في الجبهه دي قتل الجبهه دي بنسبه كبيره جدا. نفسي يبقى فيه تغييرات. طبعا كولر هو ادرى مننا بتفاصيل كتيره، بس احنا طبعا بنعبر عن اللي الناس بتقوله في الشارع. فنتمنى يا رب باذن الله يكون في لا مركزيه في لقاء العوده على استاد القاهره، لان مهم جدا المدرب البرتغالي اللي بيقود الترجي ليه اسطمبه كده وليه طريقه لعب، لما تفاجئه ببعض التفاصيل جوه الملعب بيرتبك. هو مدرب ما عندوش مرونه في الاداء التكتيكي او حتى مرونه في الاداء الهجومي، هو بيلعب على لعبه واحده، يقفل ويضيق المساحات ويلعب على الكره والهجمه المرتده، ونجح في ده مع فريق صن داونز. اسك عشان امكانياته الهجوميه مش قويه، فالمباراه كانت ممله، خلصت 0-0 ذهابا وايابا. لقاء العوده هو يلعب على حاجه واحده بس، هيقفل ما يبقاش فيه مساحات ويلعب على هجمه مرتده، ولو جاب لك قدر الله هدف مش هتتفرج على ماتش كوره. انا بقول لكم من دلوقتي ده السيناريو اللي عايز يلعب بيه الترجي، ولكن باذن الله ان شاء الله النادي الاهلي هيكون قادر على الفوز على الترجي. انت كسبت مازن بثلاثه، تقدر تكسب الترجي 2-3. الترجي الحمد لله ما قدرش يكسب الاهلي في القاهره. انت كل اللي عايزه في ماتش العوده تكسب ايا كانت النتيجه، يكش حتى تكسب 5-4 بس تكسب، مش محتاج تيجي تكسب 3-0 او 2-0 او تكسب 1-0 عشان ما يجيبش فيه، لا محتاج تكسب الماتش. اعتبر المباراه بثلاث نقاط، تكسب الثلاث نقاط انت خدت البطوله. فتشتغل على سيناريو المكسب سواء جهاز او لعيبه، والجمهور هعيد وازيد من النهارده لغايه السبت، الجمهور عليه دور مهم جدا انه يشجع يرج استاد القاهره. يبقى اللعيبه بتلعب في ارضيه الملعب مش سامعه بعضها، ده مهم جدا وبيفرق كتير جدا. عشان كده احنا عايزين نوعيه جمهور بتاع كوره بجد، عايزين نوعيه جمهور رايح يشجع الاهلي بس، عايزين نوعيه جمهور ليه تاريخ طويل جدا في الملاعب، يعرف ازاي يشجع امتى، يعرف امتى يصفر على الفريق المنافس، ده مهم جدا. تاريخ الاهلي في البطولات الافريقيه كان مبني على تشجيع وحماس جمهور الاهلي، اقوى وافضل جمهور في افريقيا هو جمهور الاهلي، افضل واقوى جمهور في افريقيا هو جمهور النادي الاهلي. مارسيل كولر امبارح في المؤتمر الصحفي كان ليه بعض الرسائل واتسال في بعض التفاصيل. نطلع نتابع نشوف تصريحات مارسيل كولر ونرجع للي لسه عندنا تفاصيل ثانيه. كانت مباراة قوية جدا كما توقعت، لكن الشوط الأولاني ما لعبناش الكورة اللي أنا كنت عايزها أو ما عملناش اللي أنا كنت عايزه. الشوط الثاني كنا أفضل، دخلنا في المباراة كنا شكلنا أفضل كتير.
في النهاية ده الماتش الأول، كده كده ماتشات النهائي من ماتشين، فده شوط، والشوط الثاني هيبقى في القاهرة. هيحتاج مننا إن إحنا نكون واقفين، نقف كويس، ندافع كويس، نقفل المساحات كويس، وفي نفس الوقت إن إحنا ناخد ريسك أو مخاطرة قدام وإحنا على أرضنا عشان نفوز بالمباراة إن شاء الله. Net was kaputt ist, da haben wir bis jetzt noch keine, ich glaube noch keine definitive Rückmeldung bekommen. بالنسبة لعلي معلول لسه بدري جدا ان احنا نعرف هل في اصابة او مدى قوة الاصابة. لما نرجع القاهرة، نعود القاهرة ان شاء الله باذن الله، هنقوم باشعاعات وتحاليل ونقدر ان احنا نشوف هل في اصابة قوية ام لا. دلوقتي بدري جدا ان نعرف، ما فيش لسه عندي معلومة مؤكدة عن إصابة كابتن علي معلول. Wenn Vorteil ist, wenn man Ballbesitz ist, dann kann man das laufen lassen. Ja, da hat er abgepfiffen und ich habe mich aufgeregt darüber und das war's. الكرة اللي انا انفعلت فيها كانت بسبب ان الكرة كانت اوفسايد، وبعدين احنا قطعنا الكرة، كنا ممكن نعمل كونتر، كنا ممكن نعمل هجمة مرتدة خطيرة، فهو ما اداناش الادفانتج، ما اداناش الفرصة. وانا كنت شايف من وجهة نظري ان هو المفروض يسمح بالفرصة، لان هي فرصة خطيرة جدا وهو بصفارته منعها، عشان كده انفعلت. شكرا. لا، انا كل مباراه بلعبها مع النادي الاهلي، اي مباراه ايا كانت، هدفي دايما الفوز، فما كانش عندي الهدف بتاعي التعادل. ولكن بتلعب خارج الديار وحصلت على التعادل، فدي نتيجه لازم نقبلها ونتقبلها كما هي. ده هي نتيجه كويسه ولا هي مش كويسه. بالنسبه لماتش العوده، طبعا احنا شفنا ترجي فريق كبير، فريق قوي، خلق فرصة أو اثنين في الشوط الأولاني، ده بيبين قوة الفريق. وبالتالي الماتش في القاهرة لازم يكون في حذر من ناحيتنا جدا، إن احنا نكون دفاعيا عندنا تركيز وصلابة دفاعية، وفي نفس الوقت نحاول إن احنا نحرز أهداف عشان خاطر في النهاية إن احنا نحصل على اللقب بإذن الله. دي كانت تصريحات المدرب السويسري مارسيل كولر عقب مباراة الأمس. لفت انتباهي قبل ما أطلع لفاصل كلام كتير جدا على السوشيال ميديا، وتحديدا من بعض الخبثاء الذين يسعون لتصدير رسائل سلبية وجر جمهور الأهلي على السوشيال ميديا لأمور جانبية ليس لها محل من الإعراب. عايز أقول يمكن هؤلاء الخبثاء يمكن لهم بعض البوستات أو التويتات على السوشيال ميديا، وهي بقايا للتعصب الرياضي بنشوفه على السوشيال ميديا. بس عايز أقول لكم على حاجة، التعصب ده أو البقايا دي لبعض الخبثاء هو الترمومتر بنقدر نقيس من خلاله مدى نجاح الأهلي وإنجازات الأهلي على المستوى القاري وعلى المستوى الدولي، مش كده ولا إيه؟ فاصل ثم نواصل. الوقت بيجري بسرعة مع حضراتكم، لكن بسرعة نروح لترند الأهلي ونشوف اللي كتب على الأهلي في السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة. البداية معاه في ترند الأهلي من الحساب الرسمي لليوم السابع على منصة إكس، ونشروا تفاصيل إصابة علي معلول. قالوا إن في ترقعة في الركبة والتشخيص المبدئي قطع في أكيلس. حتى الآن هذا الخبر غير صحيح. هناك أشعة أجراها علي معلول ظهر اليوم، وبنسبة كبيرة الجهاز الطبي سينتظر للغد لإجراء أشعة رنين مغناطيسي أخرى للتأكد من تفاصيل إصابة علي معلول. نروح للحساب الرسمي لكرة بلس على منصة إكس، وقالوا إن كولر بيفضل استمرار كريم فؤاد في مركز الظهير الأيسر بدلا من علي معلول. برضو الأمر ده لسه بدري قوي الكلام فيه. عودة كوكا أحمد عبد القادر أكيد ممكن تعيد حسابات الجهاز الفني، ففكرة التشكيل في لقاء العودة لسه مش محسوم. نروح لكرة بلس أيضا على منصة إكس، واللي اتكلموا فيه على أحمد عبد القادر ونشروا وقالوا أحمد عبد القادر جاهز لمباراة الإياب بين الأهلي والترجي بعد التعافي نهائيا من الإصابة. عبد القادر كان نشر ستوري كده على الانستجرام على حسابه الشخصي وقال جاهز بنسبة 100%. طيب الوطن سبورت على حساب الرسمي على منصة إكس، يمكن قالوا مصدر في الكاف كشف عن خطأ مصطفى غربال في مباراة الأهلي والترجي، والمصدر ده من لجنة الحكام، قال إن كان هناك حالات عديدة تتطلب تدخل أكثر حدة من جانب مصطفى غربال وهذا لم يحدث، ومن بينها حالة علي معلول وتدخل لاعب الترجي القوي عليه، كان لابد أن يتم التعامل معها ولكن لم يحدث. وأنا بأكد لحضراتكم إن مفيش أي مصدر اتكلم على أداء مصطفى غربال،
ومحدش يتفاجئ لو الايام اللي جايه قلت لكم ان تقييم لجنه الحكام في الكاف لمصطفى غربال تقييم جيد جدا. ايه هي المعايير؟ نقولها بعدين بس لما نخلص بطوله افريقيا، لان معايير لجنه الحكام مختلفه شويه عن التفاصيل الفنيه في الاخطاء التحكيميه اللي بنشوفها في الفترات الاخيره. فاصل ثم نواصل. وقت الحلقه خلص بسرعه، ولكن ناخد رسالتين سريعا اللي طلبناها من جماهير النادي الاهلي توجههم لعلي معلول بعد اصابته بالامس في مباراه الترجي التونسي. هستعرض معاكم اول رساله معايا، وفيها بيقول حشمت يعني الف مليون سلامه، ربنا يشفيك ربنا يشفي علي معلول، للاسف اصابه مؤثره جدا وربنا يعوضنا عنها خير باذن تعالى. علوله مش مجرد باك شمال، ده روح الفرقه ومفتاح لعبها، ركن اساسي في بناء الهجمه الاهلاويه. ده حشمت اول تعليق معايا. نروح لتاني رساله، صفوت توفيق بيقول ربنا يشفيك يا علولو، وباذن ربنا ال 12 تكون هديه شفائك. يا رب باذن الله الف مليون سلام على علي، وتكون البطوله الافريقيه هديه من لاعبي والجهاز الفني وجمهور الاهلي لعلي معلول. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وغدا حلقه جديده من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.